حضرتك لما كلمتك عن نوع معين من انواع الستر او زاويه اخرى من زوايا الست، حضرتك قلت لي مع ضيف كريم، حضرتك قلت لي شوقتينا. احنا الحقيقه معانا طبيب من القلب، القلب اللي دايما بيكون معانا طول السنه، دكتور هشام عمار، استشاري جراحه القلب والقسطره بمعهد القلب. سلام عليكم يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. عليكم السلام يا فندم، حضرتك بالصحة والسلامة والمشاهدين كلهم بخير. ربنا يبارك لك. احنا النهارده مش هنتكلم مع حضرتك من الزاوية الطبية، ولكن كدكتور وأسئلة بقى ليها علاقة بجراحة القلب وكده، لكن أنا هسألك كطبيب وعملك وجراحة قلب وتحت إيدك بني آدم مريض وبعلمك اللي ربنا اداهولك باذن الله بتسعى انه يطلع من تحت ايدك سليم زي ما بنقول، بتلمس معنى الستر في الكلام دوت؟ طبعا هو ستر ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر هو في شغلانتنا اساس كل حاجه عشان الدنيا تبقى واضحه. العلم برضه ما توصلش الى كل حاجه، ان ربنا سبحانه وتعالى حاطط في نفسه العلم والمعرفه ليه هو في كل حاجه. احنا عندنا في الطب في حاجات غير معروفه، في حاجات ما نقدرش نوصل لها علميا. نعم. فدي كلها بستر ربنا سبحانه وتعالى، خصوصا في الشغلانه بتاعتنا او شغلانه القلب بالذات. نعم. يعني ممكن مريض يعني قلبه يقف وبالتالي ما تعرفيش هيرجع ولا مش هيرجع، يعني ده كله بستر ربنا. فلازم الدكتور او الطبيب او طبعا اي حد يعني يبتغي وجه ربنا سبحانه وتعالى في ستره وفي عمله. نعم. طالما ربنا سبحانه وتعالى ساتر مع الدكتور في علمه وفي شغله وفي عملياته، ان شاء الله ربنا هيكرمه. ودايما بنصح الاطباء حتى الصغيرين اللي بتمرن معايا، يعني دايما وانت داخل ابتغي في وجه المريض ربنا، ابتغي فيه ستره ان هو هيسترها مع المريض ومعك ان شاء الله رب العالمين. الله، الزاويه دي مهمه جدا، وحضرتك بتوصلها كمان لتلامذه حضرتك، دي نقطه مهمه جدا، وزاويه يعني قد لا يؤمن بها البعض، لكن حضرتك يا دكتور هشام واطباء كثيرون يعني خلينا نقول كده عارفين كويس قوي، مهما زادوا في علمهم عارفين في الاخر هي بتكمل العمليه وبتنجح بستر ربنا مش بشطارته. بالظبط. والعلم ده مهما توصل العلم من اقصى شيء عمره ما هيقدر يتوصل ان انا المريض ده انا هحي والمريض ده هيموت. نعم. مستحيل. نعم. هو ربنا سبحانه وتعالى بستره. نعم. هو القادر ان هو يقدر يرجع. نعم. المريض ده ويقدر يحيي. نعم. المريض ده ويقدر يموت المريض ده طبعا بامر ربنا سبحانه وتعالى. دكتور هشام عمار، استشاري جراحه القلب والقسطره بمعهد القلب، بشكرك شكرا جزيلا على المداخله السريعه ديت، بس كانت زاويه مهمه وعايزين ناكد عليها، بشكرك. شكرا جدا.